السلام عليكم وبركاته. بقول لي أوجد ناتج ما يأتي بدون استعمال الآلة الحاسبة. عارفين طبعا قبل كده 4 في 25%، يعني حاول أوصل للصغر زي كده يا جماعة. أي حاجة 100 أس، أي حاجة سهلة تتحسبها. طيب تلاحظ عندك الأس هنا 52 هنا 49، عايز أخلي برضه الأسس زي بعضها. ال52 أنا ممكن أقسمها أجزأها جزئين. عارفين طبعا قبل كده بقول لك إيه، إكس مثلا أس إم في إن أو إم مثلا يا جماعة زائد إن، مش هي نفسها اكس اس ام ضرب اكس اس ان نفس الكلام. فالاربعة زي ما هي 52 اقسمها حاجتين، تبقى 49 زائد 3. تمام، 49 يا جماعة زائد 3 ضرب 25 اس 49 يساوي نفس القاعدة يا جماعة، نفس اطبق نفس القاعدة، يبقى 4 اس 49 زي ما هي ضرب 4 أس 3 ضرب 25 أس 49. أستعمل خاصية هنا الإيه الإبدال، أجيب دي جنب دي يا جماعة الإبدال. يبقى عندك كده 4 أس 3 لوحدها ضرب 4 أس 49 ضرب 25 أس 49. تمام، الأس هنا نفسه يا جماعة 49 و49 مرة، أقدر أخليه فوق القوس هنا عادي. 4 دي أس 3 دي بحسب 64، 4 في 4 ب16 ب64 ضرب 4 في 25، الكل هنا الكل أس 49. 4 في 25 ب100، يبقى 64 زي ما هي ضرب 100 أس 49. جميل، ناتج صح يا جماعة، بس حاول أخليه في الصيغة القياسية أو الصيغة، قصدي معلش أنا آسف، العلمية. إيه هي الصيغة العلمية؟ الصيغة العلمية لما تلاقي مثلا رقم زي ده مثلا 5.2 × 10 × 10 أس وتكون 9 زي كده، مثلا صيغة علمية يا جماعة قبل الفصل رقم واحد بس، فكرة في كده يعني كلها. طيب العشرة أعرف أخليها كام؟ العشرة أقدر أخليها بتساوي المية، قصدي معلش أعرف أخليها 10 أس 2. يبقى عندي همسح بس كل ده ولا أخليه؟ لازم نمسح حاجة خالص. كمل، 64 زي ما هي ضرب المية تبقى 10 أس 2 الكل أس 49، هتساوي 64 في 10، اضرب الأسس في بعضها، 2 في 49 ب98. جميل، هخليها صيغة قياسية ازاي؟ الفاصلة أصلا موجودة هنا، الفاصلة بره خالص، هتيجي تحرك خطوة واحدة بس كده، لما أحرك خطوة يسار أزود دي واحد، يبقى أصبح الحالة عندي 6.4 × 10 × 10 أس 99. الحل يا جماعة طلع بالصيغة العلمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.